هنكلمكم النهارده في الفيديو عن حاجه كتير من البيشنتس بييجوا يسالوا عنها في العياده. هنعرف مع بعض النهارده السر. معاكم دكتوره منى عبد العزيز، اخصائيه الجلديه والتجميل في عيادات ال. هتكلم معاكم ببساطه شويه مع شويه مصطلحات طبيه غصب عني، معلش لازم هنتكلم فيها. الشعر طبعا زي اي كائن حي بيمر باطوار نمو معينه. الاطوار النمو بتاعه الشعر دي اللي هي الاناجين فيز، الكاتاجين فيز، والتيليجين فيز. الاناجين فيز ده اللي هو طور الاكتف فيز او طور النمو بتاع الشعر، هي الفتره اللي بياخدها عشان يكبر ويطول وينمو. الفتره دي بتبقى مدتها من 2 لـ7 سنين، وبتختلف طبعا من شخص لاخر لعوامل كتير هنقولها دلوقتي. الشعر بيطول من 1 لـ1.5 سنتيمتر في الشهر. طول الشعر بيعتمد على مدة الأناجين فيز اللي هي المفروض قلنا من 2 لـ7 سنين. فالناس اللي شعرها بيطول وبيبقى طويل خالص دي بتبقى الأناجين فيز بتاعته أو طور النمو بتاعته بتبقى توصل لغاية 7 سنين. الناس اللي شعرهم قصير بتبقى الأناجين فيز بتاعتهم صغيرة، تبقى حدود مثلا 2 3 سنين في الحدود. دلوقتي عايزين نعرف العوامل اللي بتأثر على مدة الأناجين فيز دي أو طول الأناجين فيز. طبعا بتبقى عوامل وراثية وعوامل عرقية، زي مثلا الهنود مثلا بيبقى شعرهم طويل وكثيف، ده indicating ان الأناجين فيز بتاعتهم مدتها طويلة اللي هي ممكن توصل لـ7 سنين. تاني حاجة على حسب نفسية الشخص طبعا ده بيأثر على الأناجين فيز. التغذية السليمة والرياضة، الحاجات دي طبعا بتأثر على الأناجين فيز مدته. من العوامل الأخرى برضو اللي بيعتمد عليها طول الشعر السن. كل ما بنكبر في السن كل ما الشعر بياخد مدة أطول عشان يطول، ولو كنا بنستخدم أي نوع من أنواع الأدوية برضو بيأثر على طول الشعر. وطبعا لو في أي أمراض جلدية احنا بنشتكي منها أو أي أمراض في فروة الشعر زي ليش. لو عايزة تعرفي أكتر عن شعرك ما تتردديش إنك تزوري طبيب الجلدية المختص.